السلام عليكم. بالنسبة لهذه المحاضرة، مثل ما تعرفون طبعا بالورك بوك ماكو بيها تمارين عنها، لأن هي جزيئة بسيطة، وعلى الرغم من أنه بيها فوائد معينة وأهداف معينة تستخدم، أغراض أقصد معينة تستخدم لأجلها، ولكن لأن قصيرة ما موجود بتمارين عليها. المهم راح أعيد شرحها باللغة العربية، خاف بعض الزملاء عندهم مشكلة باللغة الإنجليزية أو بتسجيل الصوت باللغة الإنجليزية، فبالتالي نعيدها باللغة العربية، وهي أيضا تكون ك practice زين للمحاضرة المرفوعة عندكم. وهي طبعا المحاضرة هذه عن الفوكاتيف أو فوكاتيفز، المخاطب والنحو اللي يخص، أو القواعد اللي تخص الفوكاتيف. زين، طبعا بالبداية تعريف الفوكاتيف. الفوكاتيف is a nominal element، هو عنصر يعود أو يتعلق بالاسم. nominal element يتعلق بالاسم. added to a sentence or clause optionally، يضاف للجملة أو للجملة البسيطة، و optional طبعا بصورة اختيارية. donating denoting the one or more people to whom it is addressed. زين، يوضح طبعا هذا السيجنالينج هنا بها مشكلة نعدلها بعدين. يوضح الشخص المخاطب، الشخص أو الأشخاص المخاطبون. and signaling the fact that it is addressed to them، ويخصصهم طبعا، يخصصهم أو يشير إلى الحقيقة، حقيقة المخاطبين. وبالتالي فهو يعني بصورة مبسطة، المخاطب هو الجزء الاسمي الذي يعود للعبارة الاسمية أو للاسم، الذي يظهر أن الشخص أو الأشخاص، يظهر الشخص أو الأشخاص المخاطبين. هذا كل ما موجود. ونعطينا هنا مثال جون، طبعا دائما يكون وراء كوما دائما، والنبرة مالته هي المهمة اللي تميز المخاطب، اللي هي النبرة مالته. جون I want you، وعندنا احنا بالعربي نقدر نقول أحمد عندي شغلة وياك، أوكي، و جون I want you. ف الفوكاتيف والنوب نكتب برا ال نوع الجملة S subject اللي هو I، want verb، و you direct object، بالإضافة إلى voc يعني فوكاتيف. هذه هنا نوت، the vocative may take different positions. صحيح، الفوكاتيف زين مرات تيجي بالبداية initial، مرات تيجي بالوسط medial، مرات تيجي final، دائما بالبداية يجي، ولكن مو شرط، مو شرط. زين، وهنا يقول يعني هو أشبه بالadverbial، مكان اللي يجي به الادفيرب دائما يسموه adverbial، وهو أشبه بهذا المكان من خلال الflexibility، من خلال المرونة بالحركة. زين، وطبعا مثلا نقول جون I want you، هذا بالبداية I want you، I want you John، هذا بالوسط، و I John want you، أوكي، أيضا هذا اللي يجي بالوسط. طبعا هذا الفوكاتيف بصيغ forms، أشكال، صيغ أو أشكال.
من هذه الأشكال اللي هي inform, vocative maybe. طبعا هذا هم أكو مشكلة هنا inform كلمتين هذه. A single name with or without a title اللي حكينا عنه مثلا John single name, أحمد, علي, محمد single name with or without title. أكو بعض الأحيان لا بهن title زين مثلا Mrs. Johnson أو Johnson خالي بدون Mrs. Dr. Smith أو Smith بدون. هذا كله مخاطب يعني أنت شلون تريد تخاطب الشخص, شلون تريد تخاطب الشخص, تقول له مثلا الأخ أحمد أو أحمد أو السيد أحمد أو أحمد بدون علي سيد علي إلى آخره. هذا أول شيء, أول شكل من أشكال الفوكاتيف. الشكل الثاني اللي هو the personal pronoun you or an indefinite pronoun. زين ال personal pronoun you مثلا أنا أخاطبك أقول لك أنت, وهذا دائما يستخدم بصيغ الأمر أنت أحضر للماء مثلا أو أنتم بالإنجليزي لأن اليو تستخدم أنت والمفرد الجمع مثل ما تعرفون, فتستخدم اليو هذا ال personal pronoun. بعض الأحيان an indefinite pronoun اللي هو anybody somebody nobody هذا إلى آخره, هذا ال indefinite pronouns مثل ما موجود عندنا هنا بالمثال get me a pen somebody أو somebody get me a pen. طبعا إذا الكوم هذا جدا مهمة, إذا ما موجود الكوم تصير مشاكل نحوية بال بال بالجملة. زين ثلاثة اللي هو standard appellatives. standard appellatives هذه اللي النادي بيها الآخرين. من هم هذول الآخرين؟ أولا family relationships mother father uncle brother إلى آخره, هذا أيضا مخاطب. مثلا mom give me some water أو mother give me some father give me some money uncle I like you إلى آخره. زين endearments أيضا يجي بها هذا standard appellative vocatives تستخدم الendearments ألفاظ الدلع أو الدلال. منها مثلا darling أو my darling honey. honey يعني مو عسل, هنا تجي هنا معناها حبيبي عزيزي, والdarling كذلك dear أيضا. فهذا أيضا شكل من أشكال المخاطب مثلا dear give me some water إلى آخره. زين title of respect sir madam madam طبعا my lord ladies and gentlemen إلى آخره. هذه كلها هذه الألقاب يسموها ألقاب الاحترام. كل هذه الألقاب أيضا أشكال من أو تعتبر شكل من الستاندرد أبلاتيفز اللي هو بصورة عامة يعتبر شكل من الفوكاتيف المخاطب. زين markers of procession markers of profession markers of profession or status ما يشير على المهنة أو الحالة الاجتماعية. مثلا دكتور مهنة دكتور أو مستر مادام تشيرمان مستر بريزيدنت إلى آخره, هذا يشير إلى الحالة أو المهنة, وهذا أيضا نوع من أنواع المخاطب اللي نستخدمه بالستاندرد أبلاتيفز. أيضا من الأنواع اللي هو نومينال كلوز اللي هو هذا دائما طبعا ما نومينال كلوز اللي هي جملة الجملة الاسمية. نعم مثلا whoever said that come out here whoever said that come out here, هذه كلها
هذه nominal clause طبعا whoever الفاعل و said الفعل و that المفعول به زين whoever said that هذا كله مخاطب وبعدين هذه الجملة الحقيقية اللي هي come out here زين فالمخاطب وينه whoever said that وهذا whoever said that شنو تعتبر جملة اسمية زين النوع اللي بعده اللي هو يتكون من الايتمز يعني النقط النقاط الاولى الثانيه والثالثه اللي اعلاه with the addition of modifiers يعني النقطه الاولى والنقطه الثانيه والنقطه الثالثه ها نضيف لهم modifiers هذا الوصفات او a positive elements او اجزاء من او عناصر البدل of various kinds مثلا الموديفاير هذا طبعا my my dear or هذا الثاني Mrs. Johnson or young John هذا young ايضا انضافت الجون هذا شنو موديفاير you with the red hair ايضا هذا موديفاير او a positive element I should say a positive element بدل يعني هذا بدل زين you over here ايضا هذا modifier over her you over her طبعا هذا هنا بدل اعتقد نعم بدل وليس modifier زين وهذا طبعا تستخدم بالimplied بالحالات غير المهذبة زين old man or old fella إذا كانت عندك ميانة وياه familiar young man or young woman هذا young و old man والold أيضا من الأنواع هذن كلهن طبعا ال man الفلا women you dear Johnson John ذن كلهن موجودات بال ال ما سبق يعني كلهن موجودات ما سبق بال بالنوع الأول النوع الثاني والنوع الثالث ولكن انضاف لهن شنو بعض الموديفايرز وبعض الابوزيتيف اليمنتس الموديفايرز الواصفات والابوزيتيف اليمنتس عناصر البدل يعني البدل هذا الموجود عندنا باللغة العربية فانضافت صارت نوع آخر اللي هو النوع الرابع زين نجي إلى الفانكشنز اوف فوكاتيف فانكشنز اوف فوكاتيف طبعا الفانكشنز ايضا من مهمات طبعا بالفوكاتيفز شنو الفائده من هذا الفوكاتيف الفائده منه شنو واضح مثلا seeking the attention طبعا انت شنو واحد يستخدم مثلا السحر يقول لك احمد تعال يمي شويه حتى تجلب انتباه احمد وبعدين تحكي وياه زين هذا اول شيء to single him out from others مثلا اذا كانوا مجموعه او هو كان بعيد عنه فأنت الصيحة حتى تميزه يابا أنت اللي تجي مو غيرك زين مرات تقول مرات موجودين اثنين أو ثلاثة أحمد تقول له أحمد تعال يقول لك يا أحمد فأنت تقول له مثلا أحمد علي مو أحمد محمد فتميزه هذا الفائدة الفائدة الأخرى الفانكشن وظيفة الأخرى expressing the attitude of the speaker towards the hearer expressing the attitude of the speaker towards يعني هنا يبين شنو موقف المتحدث اتجاه المتكلم من يصيح مثلا أمره يسوي يعني عدة وظائف بها هذه القضية أو عدة مواقف من جانب المتحدث اتجاه السامع أو المخاطب هذا كل ما موجود هذا كل ما موجود بهاي المحاضرة أنا كاتب لكم هنا exercises are in the workbook وللأسف هنا طبعا ماكو بالworkbook ما ذاكرين تمارين على هذا الموضوع وموضوع بسيط جدا وقليل أيضا ولكن يعني ما قدرنا نضمه إلى محاضرة أخرى يصير هواي عليكم هذا كل ما موجود عندي بالنسبة إلي إذا عندكم أيضا أي تساؤل أرجو مراسلتي أونلاين ولا تنسون الامتحان إن شاء الله تحياتي لكم وبالتوفيق